يصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى بيروت يوم الأحد على أن ينتقل بعدها إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل. وفي معلومات الجديد، سيلتقي سيجورني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري وقائد الجيش جوزيفون. مصادر دبلوماسية قالت للجديد أن وزير الخارجية الفرنسي سيحمل معه ورقة فرنسية منقحة وسيعرضها على المسؤولين اللبنانيين، وقد يسلمها إلى ميقاتي أو يتولى ذلك وفد فرنسي مشترك من الخارجية والجيش الفرنسي كما سبق أن حصل في المرة الأولى. الجديد تكشف مضمون النسخة الجديدة للورقة الفرنسية التي يحاول الفرنسيون مع الفريق اللبناني فصل المسار الأمني في غزة عن حرب الجنوب، ومع الفريق الإسرائيلي منع التصعيد بحرب على لبنان. وتتضمن هذه الورقة ثلاثة بنود تنفذ على ثلاث مراحل، وهي تختصر القرار 1701 على اعتبار أن القرار لا ينفذ دفعة واحدة. أولا، في المدى القصير، وقف الأعمال الحربية على الحدود، على أن تحديد المدى الزمني لتنفيذ ذلك مرتبط بحزب الله الذي ربط أعماله بوقف حرب غزة، وبإسرائيل التي تتوعد بالتصعيد. ثانيا، في المدى المتوسط، استبدل الفرنسيون بند انسحاب المجموعات المسلحة إلى شمال الليطاني ببند إعادة تموضع كل الجماعات بما فيها الحزب وغيره من المجموعات من دون تحديد المسافة الجغرافية لذلك، مقابل وقف إسرائيل الخروقات الجوية على أن يكون الخط الأزرق هو الفاصل. ثالثا، وفي المدى البعيد، تنص المرحلة الثالثة من الورقة على تثبيت الحدود بما فيها النقاط السبع المتنازع عليها ونقطة البي 1 وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وحل النزاع حول مزارع شبعة. وتكشف معلومات الجديد أن النقاش حاليا هو حول ضمان استكمال تنفيذ المراحل الثلاثة واستنساخ تجربة تفاهم نيسان عام 1996 وتشكيل لجنة مراقبة إلى حين التنفيذ. وتتألف هذه اللجنة من الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات اليونيفيل والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. ولأن القرار 1701 لا يتضمن تشكيل هذه اللجنة، فإن تشكيلها يخضع لنقاش تقني حول الحاجة إلى إقرار قرار جديد في مجلس الأمن أو الإبقاء على 1701 والاكتفاء بإقرار اللجنة منفصلة في اتفاق يعلن في حينه، وهو الخيار المرجح حاليا. وتحدثت المعلومات عن انسجام وتنسيق كامل بين واشنطن وباريس حول هذه الورقة الفرنسية، ولا سيما أنها تأتي بعد اجتماعات واشنطن الأخيرة بين أنغريو ولودريون مع بلينكين وهوكشتاين. داخليا، أعلن المكتب الإعلامي في القوات اللبنانية عن تداعي أحزاب وكتل ونواب وشخصيات إلى لقاء تضامني وطني يعقد في معراب يوم السبت المقبل تحت عنوان 1701 دفاعا عن لبنان، وخصوصا بعد تفاقم مسلسل القتل والاغتيال وتفلت الحدود والإمعان في تفكيك الدولة وانتشار السلاح غير الشرعي وزج لبنان في أتون الحرب الإقليمية. وفي معراب أيضا التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على مدى ساعة ونصف ساعة وفدا من تكتل الاعتدال الوطني، ضم النواب وليد البعريني، سجي عطية، محمد سليمان، وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش في حضور النائب فادي كرم. ولفت حبيش بعد اللقاء إلى أن الزيارة تأتي في إطار استكمال الجولات التي يقوم بها وفد تكتل الاعتدال الوطني لإنهاء الفراغ الرئاسي. عرضنا هيك كم فكرة جديدة، سمعنا رأي طبعا الدكتور جعجع بهذا الموضوع، ورح نستكمل البحث مع بقية التكتلات تنشوف لوين فينا نوصل بهذه المبادرة. بتصور الكل متفق انه هدفه يوصل لانتخاب رئيس جمهورية بالبلد. عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجي عطية قال لبرنامج هنا بيروت ان التكتل سيقرر مصير استكمال مبادرته قريبا، مشيرا انه وزملائه احبطوا. عندنا بكره موعد مع رئيس ميقاتي، وبعدين عندنا الخماسيه، بيكون استكملنا كامل الجولات، صار عندنا كل المعطيات، الوزير باسيل والدكتور جعجع، والله بتمنى عليكم تكفوا، خماسيه ابدا كفوا لو بالحد الادنى قد ما فيكم، لانه نحن بحاجه وما في مبادره ثانيه، هلا في علينا ضغط ان نكفي، بس بصراحه نحن صار عندنا نوع من الاحباط لحد هلا، ونحن كمان تجاه الراي العام انه مجموعة نواب عم تمشي سنة ما يطلعوا علينا انه يعني يسهن عنياتهم الشباب، لا منع عنياتنا، نحن
عندنا رأي وعندنا موقف ولازم نعلن الحقيقة. هلا هيدا احتمال. احتمال تاني نكفي إذا لقينا فيه شوية إيجابيات بمحل معين. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج رئيس الذي شارك ضمن وفد المعارضة في زيارة واشنطن كشف من برنامج هنا بيروت أيضا أن توجه الأمريكيين هو نحو تطبيق القرار 1701 بالمفاوضات أو بالحرب، معددا بنود التنفيذ تدريجيا ومؤكدا ألا طرح دوليا لأي مقايضة بين الاتفاق على الحدود وبين الملف الرئاسي. قلت لهم بواشنطن عن خطر الحرب، انه قديش هذه الحرب طبعاً ممكن ان تكلف لبنان، ان تكلف طبعاً اللبنانيين، دعيتموهم الى عدم ونحن شدينا عيدهم سيد جوزيفين انه بكل ما اوتيتم من قوه انه روحوا الى تنفيذ ال 1701 كيف؟ بخريطه الطريق واضحه مثل ما شرحت لك اياها بالمفاوضات ايه، وانه جنبوا لبنان هذه الحرب، لانه اكثر من 80% من الشعب اللبناني وفق إحصاءات أجريت في لبنان ضد الحرب ولا يريد الحرب وغير مقتنع أساساً بأنه كل ما يجري أو كل ما جرى من 27 لليوم مع كل الخسائر اللي تكبدناها بالأرواح وبالممتلكات وبالمواسم أثر على يعني عدوانية أو خفف عدوانية إسرائيل تجاه غزة. قال مدير تحرير أساس ميديا محمد بركات من برنامج الحدث أن دعوة نواف الموسوي إلى تعديل الدستور وإدخال المقاومة نصا ملزما ستفتح شهية كل الطوائف على الطلبات. هل الرد على هذه الهواجس والمخاوف المسيحية من سيطرة الشيعية السياسية على النظام وعلى الدولة تكون بتهديد المسيحيين بمزيد من ابتلاع الدولة، بتهديد المسيحيين من أنه سنجبركم على ابتلاع أقراص المقاومة في الدستور 3 مرات بالنهار؟ ما بعرف إذا كان من المنطق المقصود فيه على طريقة الحشد الشعبي، يعني ما بعرف شو المقصود، لازم هني يعني يوضحوا أكثر، لأنه هو قال بسياق القول فقط ولم يشرح ولم يوضح، بس قال بالتأكيد ليقول شيء. في كلام كان سابق على حرب 7 أكتوبر بيقول إنه الحزب يقبل بسليمان فرنجية كضمانة فيتخلى حينها عن المطالبة بتعديل الدستور ومزيد من الصلاحيات الشيعية بالنظام، ولكن هذه الدعوة اليوم ستفتح شهية كل الطوائف. رد حزب الكتائب على كلام الوزير السابق الياس المر عبر الجديد قائلا أن المر يصر على مهاجمة رئيس الكتائب النائب سامي الجميل للنيل من مصداقيته وتشويه صورته، وقد أخذ هذا الهجوم طابعا شخصيا لا يمكن السكوت عنه. لن ندخل في التفاصيل المتنية وزواريب بلدياتها ومخاترها مع دولته، إنما لابد من تذكيره بأن زمن الطاعة والولاء وتحويل القرى والمناطق إلى أملاك شخصية قد ولى، كما أن فتح الماضي هو حكما ليس لصالحه. ورأت الكتائب أن كلام المر هو تقديم أوراق اعتماد إلى محور الممانعة ومن يقف خلفه. التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه بالمجلس النيابي سفير المجر في لبنان، حيث تناول البحث في مجمل الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، كذلك في التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان. وتم التطرق إلى ملف النازحين السوريين، حيث شدد بوصعب على ضرورة معالجة هذه الأزمة بأسرع وقت، خاصة بعد التغيير الملاحظ في وجهة نظر الاتحاد الأوروبي لهذا الملف.